صباح الخير على كل متابعي جريدة الوطن، معكم ضياء السبيري صحفي في جريدة في بث مباشر جديد على منصات الوطن المختلفة. رحم الله المشير حسين طنطاوي اللي وفاته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عام. زي ما حضراتكم شفتوا ومتابعين طوال اليوم، بداية من إعلان خبر الوفاة بشكل رسمي شفنا مظاهرة حب على كل السوشيال ميديا، الناس بتتكلم عن مواقف وطنية للسيد المشير حسين طنطاوي. شفنا أيضا كلمات تقال لأول مرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي متعلقة بمواقف في الغرف المغلقة مع المشير حسين طنطاوي، هنقولها لحضراتكم. كلمة طبعا من أبرز وأهم هذه الكلمات، اتكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان بيقول أن دايما كان بيقول المشير طنطاوي أنا ماسك جمرة نار في إيدي بتولع إيدي ومش قادر أسيبها، لو سبتها هتولع الدنيا. حقيقة جمل مهمة جدا وليها معاني كبيرة جدا نقدر نتكلم في تفاصيلها وقت طويل ونقدر نقول نكتب كتب في هذه الجمل. شفنا المشير طنطاوي تولى يعني إدارة شؤون البلاد في وقت دقيق جدا من عمر الوطن، كان حريص طول الوقت على حقن الدماء. بنتكلم انه بداية من 2011 حتى 2013 كان في احداث عديدة كانت في هذا التوقيت، في الحقيقة كانت ادارة محكمة. ايضا من الكلمات اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان انا بتقدم بتعازي لبطل من ابطال مصر اللي هو المشير محمد حسين طنطاوي اللي توفي صباح اليوم، وقرر اطلاق الحداد لمدة 3 ايام واطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعدة الهايك ستيب العسكرية. أيضا تكلم أنه قاد مرحلة ما بعد 2011 بتفاني وإخلاص وقدر يعبر بمصر هذه المرحلة بأقل حجم من الأضرار. أيضا من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أنه المشير طنطاوي كان سبب حقيقي في حماية مصر من السقوط في مرحلة المجلس حكم المجلس العسكري، وتكلم أيضا أنه تسليم الحكم للإخوان كان أمر يؤرق المشير طنطاوي لأنه كان يعلم مدى خطورة هذا الوضع، ولكن كان لا بديل عن هذا الأمر أو هذا القرار. كنا بنتكلم أيضا وتابعنا على مدار اليوم مظاهرة حب على السوشيال ميديا، زي ما أقول لحضراتكم كتير جدا من الناس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي كتبت واتكلمت عن مواقف أيام 2011 وما بعد 2011 جمعتهم بالمشير طنطاوي، مواقف وطنية قام بيها وكلمات وطنية كانت معروفة عن المشير طنطاوي. بنتكلم أيضا أنه كان في نعي صباح اليوم من القوات المسلحة أيضا فيما يتعلق بوفاة المشير طنطاوي. بنتكلم أن أيضا نعت رئاسة الجمهورية صباح اليوم في بيان رسمي المشير الراحل، وقالت في بيانها فقدت مصر رجل من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية اللي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن. بنتكلم أن المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الإنتاج الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق. استكمل البيان أيضا أنه من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وساهم من خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سجلت بحروف من نور. تكلم أيضا أن بيان رئاسة الجمهورية في نعي المشير طنطاوي قال أنه رجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة في غاية الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة ضد مصر. طولت. بنكلم ايضا ان بيان رئاسة الجمهورية اختتم وقال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اذ ينعي للأمة رجلا كانت له صفات الابطال فانه يعرف باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لاسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، ويدعي المولى عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته. ايضا بنتكلم من القيادة العامة للقوات المسلحة نعت السيد المشير حسين طنطاوي في بيان رسمي وقالت تنعي القوات المسلحة العامة للقوات المسلحة ابن مصر ابن من أبنائها وقائدا من قائد حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي. حقيقي طبعا خبر ونبأ وفاة المشير محمد حسين طنطاوي كالصاعق على كل المصريين، كلنا ارتبطنا بالمشير حسين طنطاوي، شفناه في مواقف مهمة جدا من عمر مصر بداية من 2011 ل 2013 ومواقف دقيقة كان دايما بينحاز فيها للشعب المصري. كتير جدا كان بيتجول وبينزل الشارع أوقات أحداث يناير وما بعد أحداث يناير
يناير وكان دائما منحاز للشباب. رحم الله المشير الحسين طنطاوي. خلينا اقول لحضراتكم نتذكر مره اخرى الكلمات اللي نعى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي المشير طنطاوي وقراراته. هو قال انه هيبدا الحداد لمده 3 ايام على وفاه المشير طنطاوي بدايه من اليوم، وايضا هيتم اطلاق اسمه على قاعده الهيك ستيب العسكريه، ودي احد اهم واكبر القواعد العسكريه في مصر. بنتكلم ايضا انه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انه كان للمشير طنطاوي كلمه شهيره جدا نعيدها تاني على حضراتكم، وهو كان بيقول دايما انا ماسك جمره من النار في ايدي بتولع ايدي، ورغم ذلك مش قادر اسيبها، لو سبتها هتولع الدنيا. طبعا ده في اشاره للاحداث اللي كانت دايما بتحصل وبتتم في مصر بدايه من 2011 حتى 2013. طبعا كانت احداث كلها احداث عصيبه، كان طول الوقت عندها الناس عندها احكام مسبقه دون العلم بتفاصيل الامور. رحم الله المشير حسين طنطاوي. شكرا جزيلا لحضراتكم، تابعونا على منصات الوطن في متابعات وتغطيات حيه من جنازه والمتابعات بشكل عام. شكرا جزيلا.